معانا اتصال تليفوني من الاستاذ ماهر الخزامي مقدم برنامج ابين زين واوشوش الوضع. الو، وضيفك الكريم خير وعيد سعيد على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. عيد سعيد عليك يا فندم، انت فين طيب عشان نوشوش الوضع؟ انا في صعيد مصر بكلم حضرتك حاليا. تحية كبيرة لأهل السعيد. ميرسي لحضرتك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدينا. ميرسي يا استاذ ماهر. بعيد على كل مصر وكل القائمين والعاملين بقناة الصحة والجمال ومدينة الإنتاج الإعلامي. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وضحك طيبة والمشرفين على المنصات الإعلامية والإلكترونية اللي ساهمت في إمتاع السادة المشاهدين طول فترة رمضان الكريم، وكمان قدرت تبعت لينا بسمة. وميرسي لقناة الصحة والجمال دايما بتقدم لنا توعية. ميرسي لحضرتك يا فندم، ميرسي ميرسي جدا. خليني أسأل حضرتك الأول كده سؤال لولبي بيتسأل لكل الناس، العيد معاك أخباره إيه؟ العيد أجواء جميلة ولطيفة، ولكن أكيد أجواءه في الصعيد مختلفة تماما. ده ما يمنعناش من الحفاظ على صحتنا وصحة أولادنا. ده طبيعي طبعا يا فندم، طبعا. لأن طيب. احنا بن 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 عندنا موروث أو مجموعة موروثات بن يعني بن بنمارسها في الأعياد والمناسبات بتسبب لنا ارتباك في الصحة العامة بشكل عام. لكن أكيد مش هيخلى بقى من الكحك والبسكويت والحاجات الحلوة. طبعا احنا عايزين حياتنا كلها تبقى حلوة، ومن من من يعني من من خلاص من الحاجات الحلوه بس بنظام. طبعا طبعا يا فندم، طبعا. اللهم امين يا رب كل ايامنا تبقى حلوه ان شاء الله. خليني بقى اخد حضرتك لنقطه مهمه. اتفضلي. البرنامج بتاعنا الجميل على قناه الصحه والجمال اخباره ايه؟ سامع كده ان في حاجات حلوه بعد العيد ان شاء الله حضرتك؟ نقدر نساهم احنا والزملاء وحضراتكم في ان احنا نقدم اكتر معلومات مهمه ومفيده بالنسبة للصحة العامة وبالنسبة لصحة مشاهدينا، ونكون عند حسن ظنهم، وبنتمنى وبنشدد على الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقاية دايما وابدا خير من العلاج. طبعا يا فندم. طب بالنسبة لوشوشة الوضع هنعمل فيها ايه؟ حضرتك اللي هتوشوشي الوضع ولا ضيوفك الكرام؟ احنا ان شاء الله حضرتك هنقدم برنامج لطيف بيحل ويقدم بعض الحلول للمشكلات الاجتماعية والقانونية اللي بتواجه مشاهدينا. بنحاول ندي نوع من التوعية المباشرة بازاي نتصرف لو واجهتنا المشكلات دي، ونبعد عن الخرافات وبعض الممارسات الخطأ اللي احنا بنلتجئ ليها. يعني حضرتك تقصد ان هو برنامج اجتماعي ولكن بلون مختلف بوجهة نظر حضرتك انت، صح كده؟ هو برنامج حضرتك توعية اجتماعية قانونية بيخدم المشاهد بشكل عام، التعايش مع الناس في مشكلاتها، وكمان بنحاول مش مجرد نبرز المشكله لكن بنساهم في الحلول. حلول يعني حلول بقى بشكل قانوني وبشكل علمي ومؤسس وقانوني، وفي نفس الوقت مراعاه لكل المقتضيات والاداب العامه والحاجات العادات الجميله الاجتماعيه اللي لينا في مصر بالتحديد. تنورني زميلي العزيز ماهر الخزامي، ان شاء الله بعد العيد نشوف كل ما هو جميل وجميل في ابين زين واوشوش الوضع. شكرا زميلي العزيز. بشكر لضيفك الكريم، وليا سؤال صغير للدكتور العظيم. طبعا يا فندم، اتفضل اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ ماهر؟ كنت بستاذن حضرتك، طبعا كلنا طالعين من شهر رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك. وان شاء الله نستقبل رمضان الجاي بخير وسعاده ان شاء الله. ازاي ننظم حضرتك حاجه الجسم للميه والتعامل مع الميه اللي هي اساس في كل شيء، وازاي نقدر نستفاد من المكونات الرئيسيه اللي ربنا حطها في الميه بحيث انها تساعد في انها تصرف الاملاح، تنظم لنا الدوره الخاصه بالمسالك البوليه داخل جسم الانسان. تمام 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 استاذ ماهر، اتفضل. ليك سؤال تاني يا زميلي العزيز ولا ايه؟ لا هو حضرتك بس انا عايز استاذنا الدكتور يقول لنا ازاي بعد طبعا هيرد على حضرتك طبعا هيرد على حضرتك بعد ما نفصل معاك طبعا. وعايز اقول لك حاجه اخيره، نورتني جدا باتصالك. قناه الصحه والجمال مش بس حريصة على ان هي تقدم حاجات جميلة ومفيدة وفيها صحة وفيها جمال، اللي هي كمان بتزيد جمال لما بتقدم لنا زمايلنا الجميلة الغايبة عننا عشان ترجعونا مرة تانية. انتظر حضرتك ان شاء الله بعد العيد ونشوف اجمل ما هتقدر تقدمه لينا. شكرا زميلي العزيز ماهر الخزامي ورد على السؤال بعد المقطع. اتفضل.